يا صباح الخير وصباح السعادة، صباح الابتسامة، صباحكم يا رب كده رزق وعافية وراحة بال وكل الحاجات الحلوة والأمنيات الحلوة على كل مشاهدينا الغاليين في كل مكان. لقاء يومي بيتجدد معاكم، حلقة النهاردة من صباح النور الخميس 24 مارس 2022. صباح الفل يا سحاب. صباح الفل يا هبة، وصباح الفل على كل مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان في العالم. يا رب يوم جديد كله خير وبركة وصحة وسعادة. حاطط ايديك قدامك ليه؟ طب المفروض اعمل ايه؟ ست رايس ايه لما تتكلم مع الست توقف كده وايديك ورا ظهرك لو سمحت وانت بتتكلم مع عشان الاستوديو كده. امال انا بقول لك اهو، خلاص انا بقول لكل الستات النهارده ولكل البنات ارفعي راسك كده وشدي ظهرك وقفي وخلي ثقتك بنفسك وجوزك بقى خطيبك ابنك اخوك حد في الشارع. يعني القائد بنفسه قال كده واكد على كل قيم المجتمع الحلوه والجميله اللي احنا كنا اتحرمنا منها كتير قوي. بقى اتمنى ان ما يكونش ده تهديد منك، يعني انت جايه تقول لنا الرئيس قال كده. انا قويت بصراحه، يعني انا قويت ما اكدبش عليك. انا قويت، صوتك عالي من ساعه ما جيت الصبح. انا فرحت يعني بجد فرحت. بس انا عايزه افتح في الموضوع ده كتير وكتير قوي قوي، بس انا عايزاكم تسمعوا معايا كده ونفتكر جزء من كلام سياده الرئيس اللي قاله امبارح في احتفاليه المراه المصريه، واللي اتكلم فيها عن اداب التعامل بين الراجل والست وازاي المفروض الراجل يتعامل مع الست، ونكمل بعد كده كلام في الموضوع ده. انا قلت لكم مره في موضوع الازاء البدني ده والناس ضحكت لما قلت كده، قلت المفروض الراجل لما يكلم الست يحط ايده ورا ظهره، فالناس ضحكت. خير يعني؟ خير يا عم؟ يا عم خلي ايدك ورا ظهرك يا سيدي، اتكلم كويس. اتكلم كويس، خلي ايديك ورا ظهرك. الحقيقه ورايس بيتكلم على الايذاء البدني، لان الايذاء البدني بقى الراجل والوقت طويل جدا بقى ياخده ان ده حق من حقوقه، وايه المشكله وان هو بيأدبها وانه بيربيها ويكسر للبنت ضلع يطلع لها 24، ولو بنته ماله لما يعمل كده، ولو مراته فيها ايه لما يعمل كده. والغريب بقى هو انه دايما الناس اللي حوالينا يلمسوا العذر للراجل في ده قوي، يعني فيها ايه لو ضرب، لو صوته عالي، لو عمل، لو سوى، ما هو قلبه طيب، ما هو قلبه ابيض، ما يا ستي ما الرجاله كلها كده. طب تعالى، انا مش بقول للستات انها يعني تتعامل بقله احترام ولا صوتها يعلى ولا هي اللي تضرب الراجل، انا بتكلم في ان لو الست غلطت في حاجه مفيش بقى عذر. الست ازاي ممكن تغلط في الراجل؟ الست لازم تحترم جوزها، الست لازم الام لازم تحترم ابنها، لكن العذر دايما اصلي قلبه طيب وفيها ايه لما يعمل كده. اعتقد بقى ان احنا نصلح المفاهيم، الموضوع مش بس كان محتاج قدوه، لكن محتاج ان نحس ان ثقافه المجتمع واللي بيقودها دلوقتي رئيس الدوله او راس الدوله لازم تتصحح ونرجع على المسار الصحيح. بصي، انا وجهه نظري البسيطه يعني ان هو الرئيس يقصد بيها فكره الاحترام، واعتقد ان احنا كلنا فهمناها بالشكل ده، فكره الاحترام، والاحترام ما بين الاثنين، يعني مش الاحترام ما بين طرف وما بين طرف تاني. يعني حتى الرئيس هو بيتكلم اتكلم على فكره الانفصال اللي بيحصل كتير جدا واللي في المحاكم، وقال لك انت لو جيت على نفسك شويه ايا كان انت معاك الحق او مش معاك الحق الدنيا ممكن تمشي، وانت لو جيتي على نفسك شويه ايا كان معاك الحق او مش معاك الحق الدنيا ممكن تمشي. لكن هي القصه باختصار خالص ان احنا فكره الاحترام قلت، ويمكن من الحاجات اللي انا بشوفها ان هي تعبر عن الاحترام، ويمكن انا قلنا يمكن انا وانت الكلام ده قبل كده، هي فكره ان الراجل اول حاجه يكون شخص مسؤول، بمعنى ان يعني ان هو يكون مسؤول عن الاسره. يعني انا بستغرب جدا، مثلا انت مش عاجباك المدام بعد اول سنه ولا تاني سنه ويا سيدي هي وحشه وهي فيها كل العبر اللي انت بتحكي عليها، طب ايه علاقه العيال بالقصه دي؟ يمكن هو حتى الرئيس كان بيتكلم في القصه دي، ايه علاقه العيال بالقصه دي؟ بيطلع غله فيهم. ليه طلع غلك فيهم؟ ليه ما تصرفش عليهم؟ ليه انت سبت البيت ومشيت؟ ليه ما تبعت لهمش فلوس؟ ليه ما يقول لك اصل تقول له طب عيالك؟ يقول لك اصل امهم. يا عم احنا ما... خلاص امهم دي نسيناها، امهم دي وحشه. طب والعيال؟ عشان انت عارف ان في ناس حتى اللي بيتدخلوا للصلح او للحل بين الاثنين
او يشعللوا بين الاثنين يعني أيه. عشان في كده وكده، فممكن تلاقي اللي يقول لها ايه ارمي له العيال خليه يتأدب، خليه يشيل هو المسؤوليه، خليه يعرف انت شايله ومستحمله قد ايه. طب ما هو مش هيعرف يهتم بيهم، مش مهم خليه يشوف ايه المشكله، خليه يتعذب ويتبهدل بالعيال. طب العيال هنا في القصه ذنبهم ايه؟ وفي نفس الموضوع لو الولاد عايشين معاها، هي بتكلم في حاله اتنين منفصلين يعني زي ما اسحاق بيقول كده، ما يبعت لهاش فلوس، ما يسالش عليهم، ما يعرفش عن ولاده اي حاجة، وهو تمام وضميره مرتاح جدا. فهي فكرة انه حتى في الاختلاف وفي الخلاف وفي الانفصال المفروض ان يبقى في احترام، فما بالكوا بقى في الحياة المستمرة بين الاتنين وبين بعض. بس انا عايز اقول بقى للستات حاجة يعني الست اللي بتقبل على نفسها قلة الاحترام من الاول بيبقى اللي قدامك بياخد ده حق مكتسب ليه. يعني اللي هي فكرة ويعني ومعلش فوتي، انت تفوتي وتصلحي وتتحملي، بس من غير ما تقبلي الاهانه. هتقولي لي اعملها ازاي دي؟ يعني منين بتقولي لي اتحملي ومنين بتقولي لي ما اقبلش الاهانه؟ لازم يبقى في موقف انا باخده. هي بس مش كل حاجه تعتبرها اهانه، يعني بمعنى مثلا هو مثلا في يوم غضبان وزعق لها، هي ممكن واحده تقول لك دي اكبر اهانه توجهت لي في حياتي ان هو زعق، لكن احنا مش بنتكلم على كده، مش بتكلم على الاذى المادي كمان اللي هو مثلا واحد بيضرب مراته. انا دايما اقول للستات كده ما تسامحيش، يعني ما يعني خدي موقف. لا يعني مش ازاي حاجه، يعني فكرة ان واحد متعصب ومتنرفز، ما هو احنا لو فاهمين طباع بعض، النهاردة واحد جاي متعصب، النهاردة اسحاق جاي حصل موقف اتخانق في مش عارف ايه في الطريق وجاي متوتر جدا مش عاوز يكلم حد، اتكلم وصوته عالي شوية، هو ده مش طبعه، فكلنا بنسأله مالك، فانت فيك حاجة مش ده الطبيعي بتاع شخصيتك، فانا هلتمس العذر. طبعا ما بالك لما يبقوا اتنين عايشين في بيت واحد يعني، فانا لازم هقدر. احنا بنتكلم على الايذاء اللفظي، فكرة الغلط والشتيمة والإهانة اللفظية والإهانة البدنية، ان تبقى اسهل حاجة مد الايد والضرب. ودي بقت كتيرة وللأسف يعني الاول كنا بنشوف الايذاء الجسد ده بيربطوه بفكره الثقافه والتعليم، يقول لك اصله مش متعلم كويس، اصله ثقافته مش عارف ايه، اصله متربي في منطقه ايه مش عارف ايه بتاع. النهارده لا، الايذاء الجسدي بقى لكل الناس، بقى مستويات كتيره جدا، بقى تشوف مستويات متعلمه وتعليم عالي وحاجات كده ومجتمعات ايه، ويقول لك اصله ضربها. يعني ففكرة الإزاء دي ده العادي. لو تفتكر موقعة الإسماعيلية أنا بسميها مش موقف ولا حادثة بتاعت العروسة اللي ضربت يوم فرحها، هو الجملة اللي أنا وقفت عندها أو الكلمة بتاعته ده عادي عندنا. ده عادي يعني ده بيحصل عادي عندنا، أنتوا مالكم مستغربين من إيه؟ ابن عمها عادي ابن عمي عادي يعني إيه المشكلة؟ وهي تطلع وماله ده ابن عمي يعني، وجوزي لو ضربني هي مش دي الاحترام؟ وأنا ولادي لما يطلعوا يشوفوني وأنا بتضرب وأنا بتهان وأنا بتهزق هيبقى يعني نفسيتهم عاملة إيه؟ بكرة وبعد الولد يطلع ايه والبنت تطلع شكلها بس ايه؟ انا مش هدخل الروحانيات في الموضوع، لكن هدخل جزء من الاكليل. يعني في الكنيسة عندنا بيطلب منه ان هو يكون مسؤول عنها بعد والدها. هو المسؤول، فاذا هو مطلوب منه يكون شخص مسؤول. ما خلي بالكم المسؤولية دي مش بس فلوس، يعني المسؤولية دي ان هي انت خايف على البيت، ان انت عارف تفاصيل البيت وعارف احتياجاته المادية واحتياجاته المعنوية، فانت شخص مسؤول. هي بيطلب منها ان هي تهابه دي يعني فكرة احترام، بس باحترام يعني شديد جدا. يعني هي مطلوب منها الاحترام، ان هي تحترم جوزها بشكل كبير جدا. الاحترام دي برضو مش فكرة بقول لك يعني هناك كوني متمثلة بأمنا سارة لما كانت بتقول لأبونا إبراهيم يا سيدي، هو عاوز يقولها مش معنى كده انه بيقول للبنت دلوقتي انك في البيت تقولي له يا سيدي، هو عايز يوصل لك درجة الاحترام اللي مفروض تكون بينكو. انت تشوفيه ايه ده البنت في بيت باباها؟ دايما الأب بيعامل بنته إنها أميرة، يعني عارف أميرة، وكتير قوي يبقى بابا ده فارس الأحلام بتاع أي بنت، نفسها لما يجي واحد يتقدم لها ولا تتجوز أخد واحد زي بابا، البابا اللي كان بيدلعني، بابا اللي بيحبني، بابا اللي بيجيب لي كل اللي أنا نفسي فيه، بابا دايما بتبقى حاطة النموذج بتاع. أنا بحب العلاقة اللي بتبقى بين الأب وبنته بالشكل ده قوي. فتخيلوا لما واحدة تطلع من بيت أبوها لبيت جوزها وتلاقي العكس كده تماما، اللي كانت الأميرة المدللة في بيت أبوها اللي واخدة كل الحب والاهتمام والرعاية وي وي وي، في الآخر تكون يعني الاحترام ده مش موجود أصلا. فهي فكرة الاحترام من الطرفين، احترام الراجل لأسرته ولمراته ولعياله إن هو يكون شخص مسؤول. لأني أنا للأمانة برضو يعني أنا ممكن النهاردة أقف أهاجم هيبة، لكن أنا للأمانة
بشوف كتير جدا من البيوت النهارده لا الراجل فكر بيتخلى عن مسؤوليته وبيتنصل من مسؤوليته بشكل غير طبيعي بحجه انا على فكره بعمل كل اللي عليا انا يعني بحاول اجتهد على قد ما اقدر وهو ما بيعملش حاجه خلي بالك او مش بيعمل حاجه او بيعمل اقل القليل ويدعي ان هو بيعمل وقلنا الاسباب كتير قبل كده الاسباب ان في ممكن يكون شخص طالع من بيت اهله متدلع ما صرفش جنيه على الجوازه بتاعته يعني خلي بالكم انا عايز اقول لكم على حاجه اللي ما صرفش جنيه على جوازته 50% ممكن الجوازه تفشل يعني مش 50 70% ممكن الجوازه تفشل لان انت ما حسش بقيمه حاجه ما تعبش في حاجه ما حسش بقيمه حاجه النهارده هو ما يعني هو قال لي بابا عايز اتجوز يا بابا قال له حبيبي شد حيلك واختار قال له حتى يا بابا انا مش هختار قال له طب شوف تاخد فلانه ولا علانه فاهم ازاي فكره المسؤوليه دي اللي احنا بنشوفها كتير جدا مشاكل بتيجي وراها فكره ان الراجل غير مسؤول وابسط يعني تعريفات الرجوله ان هو يكون شخص مسؤول يعني مع احترامي طبعا يعني ابسط تعريفات الرجوله ان هو يكون شخص مسؤول شخص مسؤول بنشوف موضوع التنصل من المسؤوليه ده بقى كتير مش موجود في الفتره اللي فاتت موضوع المهابه ده ارجع له تاني فكره الاحترام ان هي يعني انا بشوف برضو الستات اللي هي دايما تقلل من جوزها قدام اهلها يا عم سيبك منه يا عم ده ملوش كلمة يا عم ده مش عارف ايه بتاع ايه فأنا برضو دي باخدها على الستات بشكل كبير جدا ان هي تقلل من قيمة جوزها قدام الناس طبعا مفروض انها حتى لو بينهم مشاكل تكبروا وتحترموا وتحط كده قدام الناس لما اسأله لما ارجع له طب هاخد رأيه طب ثواني اتصل يعني حتى رايحة بيت عند ماما طب ما تخليكي بيتة معانا النهاردة بتروحيش طب استني اكلمه واستاذنه اصل انا كنت متفقه معاه على كذا وعلى فكره بقى والعكس يعني لو الاثنين مختلفين مع بعض في حاجه ولو الاثنين متخانقين وخارجين دلوقتي لاي سبب من الاسباب رايحين نشتري حاجات للولاد معزومين عند حد رايحين بيت اهلي او اهله الراجل اللي بيقلل بقى من مراته اللي عاملها معامله وحشه انا بشوف احيانا في الشارع هو ماشيها يعني هو تقريبا شبه بيزقها في الشارع يعني اللي هي يلا فوتي قدامي عارف المنظر ده اللي هي مفيش اديها برستيجها حاسسها بكيانها حاسسها بان انت بتكبرها حاسسها انك بتحترم رايها مش انت وانتش فاهمك وانتش عرفك ومالك انت ومال شغلي لا حاسسها انك بتاخد رايها انك بتسمع لها حتى لو انت مش هتعمل بالراي ده ما بالكوا بقى الكلام ده لما يبقى قدام الناس الحقيقه العلاقه والاحترام متبادل يعني لازم زقس حق انت تكبري من جوزك وتحترميه قدام الناس وتديله كده برستيج ووضعه مهما كنتم مختلفين وحضرتك المفروض انك تحط مراتك على راسك قدام الناس وتكبرها قدام امامتك قدام اخواتك قدام اصدقائك في الشارع قدام الناس اللي انت ما تعرفهمش ولادك بقى لما يشوفوا ده هتطلعوا ولاد اسوياء هم كمان يعرفوا معنى الاحترام بس هقول لك على حاجه برضو هبه يعني برضو انا بشوف ان الزوجة عليها دور ان هي فكرة تزق جوزها ناحية ان هو يكون شخص مسؤول اصله هي في عيني يعني شباب طلع هو ما يعرفش معنى المسؤولية لان هو بجد هو طلع لقى بابا وماما هما اللي بيعملوا كل حاجة تزقه ازاي اقول لك انا دايما لو يعني تشجعه ان هو يعمل حاجة في حياته هو دايما الشخص غير المسؤول دايما خايف يفشل دايما عنده هاجس ان هو لو عمل بيزنس صغير هيفشل يا سيدي وطب افرض يعني خسرنا يعني لو ما عندوش الأرضية من الأول ماشي انه يكون شخص مسؤول حتى ولو بنسبة لو زقت فيه العمر كله وده ما تقولوش عليها بمتشائمة مش هتعرف تعمل حاجة طب هنعمل هتبقى طيب. هي بقى عارف اللي بيزق في حيطة هي ايديها هتتكسر ونفسها هيتقطع وهي بتزق طب هي قبل ما تتجوزه وقبل ما تتدبس التدبيسة دي تعرف ازاي أيوة بقى ايوه هو ده بقى لا المواقف بتبان كتير احنا بس اللي بنقاوح يا كل البنات والستات بس بلاش نضحك على بعض فترة الخطوبة بيبان حاجات كتير قوي احنا اللي بنتغاضى يا اما من نفسنا اصلي بحبه وبفوت وانا شايفه العيوب وشايفه انه سلبي وشايفه انه بخيل وشايفه وشايفه هو ممكن ما يكونش بخيل ما انا هقول لك برده هو ممكن يكون مع الشخص المسؤول ممكن الشخص الغير مسؤول ممكن اوريدي يبقى معاه فلوس وبابا وماما مدينه اصرف يا ابني على خطيبتك يعني عادي ما فيش مشكله وهتلاقي اللي هي عايزاه بيبان ان هو بيصرف البنت دايما لانه مش حاسس بقيمه الفلوس اللي معاه البنت دايما فارق مع الحته دي على فكره ده انا لما نزلت شاف لي قلت له عايزه بس الفستان ده جابه لي انا دايما بشوف البنات بيتكلموا بالطريقه دي وانا للامانه بتضايق يعني انا بس مجرد بس ما شاورت له على الفستان نزل جايبه على فكره احنا دخلنا اذا هو مش بخيل ما احنا ما بقولكيش ان هو لا وهي كده ماديه لا معلش ما هي كده هي ماديه هي بصت للفلوس اكتر من شخصيته هو انه انسان مسؤول انا لازم افرح اشوف تعبه وشقاه هو بيعمل ايه عشان يبني مستقبله واقف فين الله ينور عليكي هو بيعمل
ايه، هل هو شغال شغلانه بينمو فيها والدنيا ماشيه معاه، ولا هو معتمد اعتماد كلي على بابا بيعمل ايه وماما بتعمل ايه، انت دخلك ايه ومرتبك ايه، وهل يفتح بيت ولا لا، وشخصيتك انت تقدر تقود بيت ولا امكانياتك كويسه عشان بابا معاه فلوس. على فكره كل الاباء والامهات اللي ربنا مديهم يقدروا يساعدوا اولادهم بيساعدوهم، وده مش غلط. ايوه كلنا بنساعد، بس ده مش غلط، بس الاساس الشخص. وفي شخص بابا عنده يعني معاه فلوس مثلا، فاتح محل، فاتح اي حاجه وبتاع، وهو الولد نفسه بيشيل مع ابوه، يعني شايل جزء مع ابوه، مثلا عندهم محل مثلا ملابس، فلا هو ده هو شايل جزء مع بابا وهو بيدير بجزء، فلا هو شخص مسؤول. يعني هي الفكره كلها ان ما يبقاش اللي هو بينام لحد الساعه او 2 الظهر ويقوم يكلمها في التليفون ويقول له هنعمل ايه النهارده، ولا انا معاك انا طول اليوم فاضي. يعني فانت لو حاسس، لو انت حاسه ان هو طول اليوم فاضي وشخص غير مسؤول، لا يبقى هو اصلا في مشكله. او العكس، دايما هيقول لها مش فاضي عشان مش عاوز يشيل المسؤوليه، طب ننزل ندور على شقه، طب عايزين نشتري ايه، طب بعدين بعدين بعدين، وبعدين دي عماله تاجل في مسؤوليه اساسيه. احنا بنتكلم على العلاقات القائمه بالفعل وفيها مشاكل وازاي ممكن نحلها، لكن الاكتر ازاي ممكن نتقي بقى شر كل اللي احنا ممكن نقع فيه من الاول. يعني لكل بنت لسه بتختار فكري كويس، وما تتغاضيش عن اي موقف بيحصل معاكي في ايام الخطوبه، ادرسي الشخصيه، شوفي هل هو فعلا راجل يقدر يتحمل المسؤوليه، وحطي تحت راجل دي مليون خط عشان ما تعيطيش بكره وبعده كده، بدل الدموع دم ما يبقاش فيه حل. فمن دلوقتي ما تفوتيش حاجه وفكري كويس. طيب نشوف برضو رايهم، قولوا لنا انتوا رايكم بقى في الموضوع ده ازاي، هل اللي احنا بنقوله ده ممكن يحل مشاكل، هل ممكن نصلح من حد غير مسؤول ويتحول، ولا صعب؟ طيب بصي بقى، انا يعني انا بس عايز في رساله بتقول ابني مش شغال من 2011 والتامينات صاحب الشغل قام من سنه واحده مش عارف للتامينات لسنه 2008، كل ما يكتب على تكافل والكرامه يرفضه على الرغم ان هو متزوج ومعاه ولدين. يعني هو حضرتك متجوز ومعاه ولدين ومش بيشتغل ليه؟ هل هو معاق؟ هل هو عنده اعاقه منعاه ان هو يشتغل، ولا مش لاقي شغل؟ يعني هو عايز يقدم على تكافل وكرامه، نعرف اللي بيقدم على تكافل وكرامه معظمهم ارامل ومعاهم ايتام، يعني هي الدوله بتهتم بالفئه دي هي الاكتر، او طبعا لو عنده اعاقه يعني غصب عنه، لكن هو ما بيشتغلش وعايز يقدم على تكافل وكرامه ليه؟ يعني هو ما بيشتغلش، يعني هل هو عنده اعاقه او في مشكله؟ يا ريت حضرتك تبعت لنا، لان انا مش عارف ليه حابب اعرف ايه السبب اللي خلاه ما بيشتغلش ومعاه ولدين ومقدم على تكافل وكرامه. امل حياتي بتقول يرجع ذلك للتربيه والتنشئه في الاسره، صح، تنعكس على حياته من احترام والمسؤوليه، واهم شيء المحبه والاحترام والاحتواء والمشاركه بين الزوجين. بحبكم جدا، شكرا ليك. باسم بطرس بيقول الرجل الذي لم يتحمل المسؤولية هو عار على المجتمع، لأنه بيجعل المرأة تتحمل أعباء الأسرة كاملة من حيث المسؤولية الاجتماعية و و و بالظبط كده، حضرتك لخصت الكلام. جونات غبريال بتقول صباح خير وبركة، المفروض الاحترام يكون متبادل بين الاثنين، وفي الأزمات والمشاكل يحتملوا بعض حتى لو في انفعال يكون في حدود، مفيش بيت مفيهوش مشاكل، بس بالاحترام والمحبة المركب بتمشي لما كل واحد يكون عارف مسؤولياته ودوره، وما ندخلش خناقاتنا ومشاكلنا في المسؤوليه وفي البيت. مش معنى اننا متخانقين ما نجيبش اكل، مش معنى اننا متخانقين ما ندفعش مصاريف الولاد، مش معنى اننا متخانقين اننا نلخبط كل الامور في بعضها، دي لا رجوله ولا مسؤوليه. يعني بصي هبه، اكد على الحته اللي انت بتقوليها، اذا كنت انتوا الاثنين مختلفين فدي ما انا مش جاي احل مشاكلكم النهارده، يعني ايوه ما فيش مشكله، بس اذا كان في عيال في النص ارجوكم ما تجوش على العيال وتدوس عليهم، يعني الاكل بتاعهم، مدارسهم، دروسهم، ارجوكم. يعني انا بتكلم على الحاجات الماديه، مش عايز اتكلم بقى على الحاجات الاسريه ولا مش عارف ايه، انتوا الاثنين فاقدين، يعني انتوا الاثنين عندكم مشكله، فاذا انتوا الاثنين عندكم مشكله ارجوكم ما تجوش على حساب العيال. اللي بيعمل كده انا بقول للراجل دلوقتي، لما تخلي مراتك او تخلي ولادك يحتاجوا لغيرك اكس، انت ما كانش ينفع انك تفتح بيت، بس كده. طب بصي انا اقرا التعليق ده بس يا هبه، بصي سوسو بتقول لك ايه بقى، بتقول لك في مثل بيقول اللي يقول لمراته يا هانم يقابلوها على السلالم، واللي يقول لمراته يا عوره ولادها يلعبوا بيه الكوره، ده حلو صدقيني.
يعني معناه ان هو يعني لما انت تحترمها هتلاقي الناس بيحترموها يعني. ايوه بالظبط. طيب انا عايزه برضو اقرا تعليق استاذ اكرم محروس بيقول: انا وبنتي اللي هي مراتي، لاني دايما بعتبرها بنتي، اللي لو حتى غلطت اطبطب عليها واتعامل معاها بحنية. راجل محترم. أنا اتجوزت عن قصة حب 5 سنين واشكر ربنا على عطايا الجميلة، متفاهمين جدا، ولدرجة لو حد فينا شد التاني دايما بيتقبل الموضوع ويرخي الحبل. الحاجة دي مهمة جدا وقت التعصب، وعايشين في محبة ربنا، وبصبح على ابني. ربنا يديكم السعادة كلها يا رب. وهي يعني هو ده اللي احنا بنقوله، لو واحد شد التاني يرخي من غير انفعال ومن غير غلط. في حد انا مش عارف اقرا اسم حضرتك بس حاجة محسن يعني بيقول: من فضلكم المصروف بزيادة عن اللزوم ايه العمل فيه والشيء في حياته، هات حتى لو الشيء مش لازم بس مدام فلوس تتصرف في اي حاجة. لا طبعا موضوع الفلوس والماديات كلنا طبعا بنعاني الأيام دي، وزيادة الأسعار زي ما حضراتكم شايفين، وزيادة يعني الحياة بكتيرة جدا. لا محتاجة احنا طبعا نفتح الموضوع ده يعني بعد كده مار. هي فكرة ايه الحاجات اللي ممكن استغنى عنها، وايه الحاجات الأساسية اللي ما ينفعش نقعد نفاصل فيها انها خلاص يعني خلوها مرة تانية كده ونبقى ناخد الموضوع كده بوقت اطول، لانه موضوع مهم ويهمنا كلنا اكيد، ازاي ننظم حياتنا خصوصا بقى في ارتفاع الاسعار اللي بيحصل دلوقتي. نخرج نشوف مع بعض آية اليوم وبعدها نرجع نكمل الحلقة. بنعمة ربنا النهاردة بنتكلم عن آية من رسالة بولس الرسول لأهل كورنثوس الأولى الإصحاح 12، اللي هي: لكن جدوا للمواهب الحسنى وأيضا أريكم طريقا أفضل. بينصحنا الرسول بولس في الآية ديت إن إحنا نجتهد إن إحنا ناخد مواهب من الروح القدس. الحقيقة في بداية الإصحاح دوت الرسول بولس بيتكلم على إن لكل واحد فينا شخصيته، ولكل واحد فينا مواهبه اللي واخدها من الروح القدس. ربنا عامل كده عشان يبقى فيه تناغم ويبقى فيه انسجام بين الكنيسة ككل من خلال المواهب المختلفة اللي موجودة. معنى كده إن المفروض الواحد يعني يركز على اللي ربنا حبابي من مواهب، ما يركزش على إن المواهب اللي عند الآخرين، ويبتدي الموضوع يتحول إلى حسد وإلى غيرة. عشان كده إحنا أول حاجة لازم نسعى إن إحنا نتعرف على المواهب اللي ربنا ادهلنا. أنا كعضو في الكنيسة استحالة يكون مليش أي مواهب، إنما أنا محتاج أعرف إيه الموهبة اللي ممكن ربنا يدهني. ما يشغلنيش نوع الموهبة إيه، ولا يشغلني تقدير الناس لها إيه، إنما أنا أعتز بيها لأنها عطية ربنا، أكون أمين في ممارستها وأسبح ربنا عليها لأن موهبتي تختلف عن مواهب الآخرين. وزي ما أنا محتاج لمواهب الآخرين، الآخرين كمان محتاجين للموهبة اللي عندي. طيب إيه هي المواهب الحسنى، وإيه هو الطريق الأفضل اللي الرسول بولس بيتكلم عليه؟ المواهب ديت اللي هي ربنا بيمنحها للمؤمنين مش عشان صلاح جواهم، إنما هي نعم من عند ربنا. ربنا بيديها تكريم إلى أعضاء الكنيسة، إنما مش بيديها نتيجة لاستحقاق ليهم. المواهب ديت ربنا بيدهنا، ولازم يكون جوانا محبة علشان نقدر نحتمل هذه المواهب. المواهب بدون المحبة بتتحول إلى مجال للشقاق، ومجال للحسد، ومجال إلى الغيرة، وبالتالي طبعا بيؤدي إلى انهيار ومش إلى بنيان زي ما ربنا عايز. ربنا بيدي المواهب دي عشان يبقى فيه بنيان للكنيسة، الكنيسة كلها تبقى واحدة واحدة، يبقى في انسجام في عمل الروح القدس مع الكنيسة. إنما
لازم كل ده يجمعه المحبة. يبقى الرسول بيقصد طريقا أفضل يقصد به المحبة. ربنا يدينا المحبة ويدينا المواهب اللي يقدر ربنا بيها يقدم المجد لكنيسته ولقناها كل مجد وكرامة للأبد آمين.